السلام عليكم. في كل مرة يظهر تحالف الانقلاب يظهر تحالف الانقلاب بمفاجأة جديدة وبطرق مختلفة لنهب الدولة. فلم يكتفي بنهب البنك المركزي والمؤسسات الخاصة والعامة في الداخل، فقد تجاوز الأمر لما تملك الدولة من سفارات وعقارات مستغلة وجود أصول ملكية العقارات معها. في كل مرة تؤكد هذه العصابة أنها لن تشبع وأنها تتساءل على الدوام هل من مزيد؟ وقالت بهذا الشأن وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء الذي استولى عليها الانقلابيون. وأكدت وزارة الخارجية بأنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية وأنها ستلاحق قضائيا كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية. هذا وقد كشفت وثيقة رسمية سابقة عن إجراءات بدأتها سلطات الانقلاب في صنعاء لعرض أراض وعقارات مملوكة للدولة للبيع بالمزاد العلني. يذكر أن هذا الإجراء يأتي لعجز الميليشيا لتوفير موارد للسيولة المالية بعد أن وصلت الخزينة إلى حالة إفلاس وعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة. والكارثة الأكبر أن كل هذه الإجراءات لا تذهب إلا للمتنفذين والعاملين على هذا النهب المنظم لممتلكات الدولة. إذن مشاهدينا الكرام، حول الطرق الجديدة لنهب المؤسسات الدولة وبيعها والتي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. لم يكن الاستيلاء على صنعاء إلا خطوة أولى في مسلسل تدمير اليمن، فالخطوات الأخيرة في جريمة ابتلاع الدولة ومؤسساتها تكشفها وثائق عن قيام تحالف الانقلاب ببيع أصول وممتلكات الدولة ليس داخل جغرافيا البلد فحسب بل وخارجها أيضا. التحذير الذي وجهته وزارة الخارجية بمذكرتها لبعثاتها الدبلوماسية حذر من وجود مخطط من قبل الانقلابيين لبيع ممتلكات الدولة في الخارج مستغلين حيازتهم لأصول وثائق الملكية الموجودة في مقر وزارة الخارجية بصنعاء. المخطط الذي ينفذه هذه المرة لبنانيون وعراقيون وإيرانيون وشبكة من المحاميين بحسب مذكرة الخارجية كان قد شرع بمحاولة بيع سكن السفير في بريطانيا، غير أن السفارة اليمنية في لندن تصدت لهذه المحاولة وأفشلتها. يقول السفير اليمني بلندن الدكتور ياسين سعيد نعمان إن مشروع الانقلابيين في بيع أصول وممتلكات الدولة في الخارج يجري الترتيب له عبر عصابات أنشئت لهذا الغرض في عواصم كثيرة ومنها لندن. حديث السفير يمضي مؤكدا أن هذا المشروع بدأ بالاستيلاء على الوثائق الأصلية لهذه الممتلكات والموجودة في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء بتواطؤ مع أناس من ذوي الخبرة في هذا الميدان. يدرك الانقلابيون جيدا أن خسارة السلطة بات وشيكا، ولهذا فهي تمضي بسباق محموم لبيع ما تستطيع بيعه. يدرك الانقلابيون جيدا أن خسارة السلطة بات وشيكا، ولهذا فهم يمضون بسباق محموم لبيع ما يستطيعون بيعه مقابل توفير تكاليف حربهم، وذلك يتوقف على الجهود الدبلوماسية والقانونية للحكومة الشرعية في إيقاف هذا العبث. ولكن ماذا عن ممتلكات الدولة في الداخل؟ المصادر الإعلامية تؤكد أن الحوثيين منذ وقت طويل شرعوا في نهب ممتلكات الدولة عبر ترتيبات احتيالية وتمليكات لقيادات في الجماعة تضمن عدم عودة هذه الممتلكات لملكية الدولة بعد انتهاء الحرب أو التوصل إلى حل سياسي، ما دفع مراقبين للقول إن الميليشيا إذا لم تهزم هزيمة عسكرية وتسترجع منها مؤسسات الدولة فإنها ستستمر بالسيطرة عليها ولو عبر إحلال عناصرهم في مؤسسات الدولة ونهبها بأسماء أنصارها، وهو ما تقوم به منذ بداية الانقلاب. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب دكتور علي سيف، وهو رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات الاستراتيجية من لندن. مساء الخير دكتور علي. مساء النور، أشكر قناة بلقيس على استضافتي لهذه الحلقة المهمة، وشكرا جزيلا لك أختي العزيزة. أهلا بك دكتور، ونود منك أن تضعنا بداية في تفاصيل الفضيحة الأخيرة التي فجرها الدكتور ياسين سعيد يوم أمس بشأن نهب عقارات الدولة في الخارج من قبل الانقلابيين. هو حقيقة أنا تواصلت مع الدكتور ياسين سعيد نعمان في هذا الشأن. هناك حقيقة محاولة من الحوثيين الانقلابيين، وهم عادة ينتهجوا نفس الأسلوب،
وهي تغيير الحقائق حقيقة. وحاليا يحاول أن يوهم العالم أنه الدكتور ياسين سعيد العمان هو الذي يحاول بيع الممتلكات اليمنية في بريطانيا. إنما القضية بدأت أصلا في محاولة الإنقلابيين في صنعاء الحوثيين أنهم يستولوا على مستندات الملكيات، مستندات الأملاك للحكومة اليمنية، وقد حازوا على بعض منها في وزارة الخارجية للأسف الشديد كما وصلنا. إنما يعني هم الآن يحاولوا، بالنسبة للندن نطمنكم أن الوضع عندنا هو يعني نوعا ما يعني تحت السيطرة. يعني هما أحاول بس فقط أطرح لكم نوع من كيفية بيع الأملاك هنا، والبروسيس اللي هي المراحل لبيع الأملاك هنا. عندما يريد الشخص أن يشتري يعني عقار أو مبنى، تمر المسألة بمراحل عديدة، منها أولا يعني البحث عن موضوع الملكية والبروف اوف تايتل اللي احنا نسميها، اللي هو لازم انك تثبت الملكية. وهذه اثبات الملكية طبعا يعود ما اذا كان هذه المنشأة او المبنى مسجل، اللي هي ريجستد مع السجل العقاري في بريطانيا. وان كان المنشأة مثلا لم تسجل، وهناك لا زال 10% او ما بين 5 الى 10% في من المباني والعقارات في بريطانيا لم تسجل بعد، رغم أنه بدأ نظام التسجيل من 1925 ميلادية. طبعا هناك أيضا الكثير من هذه المباني والأراضي التي لم تسجل حوالين لندن أيضا. نعم، يعني من ضمنها مثلا الممتلكات اليمنية كالسفارة ومنزل السفير وإلى ذلك، هل سجلت أم لا؟ نحن لسنا متأكدين، ولكن إذا كان المسألة أن المبنى التابع أو الأملاك التابعة للجمهورية اليمنية مسجلة في السجل العقاري، فهذا يبسط الأمر من ناحية البيع والشراء. أما إذا كانت قديمة فتكون مثلا لا بد من التأكد من البصيرة نفسها، إحنا نسميها بصيرة عندنا، اللي هو نسميها تايتل ديد. لازم تكون تثبتها لمدة 15 سنة أن لم يكن فيها تغيير. ويعني هنا يعني هذه، لكن يعني السؤال الأهم، يعني ما يهمنا دكتور علي الآن، يعني هل الانقلابيون قادرون فعلا على البيع أو بيع هذه الممتلكات؟ يعني هم صفة غير شرعية، الممتلكات تعود للدولة اليمنية وهم لا يمثلونها، هل يمكن أن يحدث مثل هذا البيع في بريطانيا؟ طبعا لا يمكن، ولا أعتقد أنه يمكنهم في أي مكان في العالم، لأنه حاليا حكومة الجمهورية اليمنية هي الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. وهنا طبعا في لندن سفير اليمن الدكتور ياسين سعيد نعمان، ولا أعتقد أنهم يستطيعوا أن يمرروا أي نوع من البيع إلا بمعرفة الدكتور ياسين سعيد نعمان ووزارة الخارجية. إذن ما هي المحاولات التي قام بها الإنقلابيون؟ يعني ما هي المخاوف إذا هم لن يستطيعوا البيع أو لن تعتمد محاولاتهم في البيع؟ لما كل هذه الضجة إذن، طالما أن الأمور في السليم يعني وأننا قادرون على المحافظة على أملاك الدولة؟ والله خلينا أكون صريح معك. نعم. من الناحية أنا أعتقد أنه الحوثيين يحاولوا أن يضيفوا لأنفسهم شرعية ما، ومن خلال مثلا أنهم لا زالوا عندهم نوع من السيطرة على بعض المستندات في الخارجية وهكذا. لكن أطمنك يا أختي العزيزة وأطمن الشعب اليمني عامة أن هذه المستندات التي يملكونها ليس لها قيمة أصلا، ليس لها قيمة قانونية، لأنه التعامل بالبيع والشراء بالنسبة للمؤسسات الحكومية أو السفارات، السفارة بذاتها أو وزارة الخارجية والحكومة اليمنية هي شخصية اعتبارية بذاتها مصطلحا يعني قانونا. ف يعني الشخص الذي يشغل سفير الجمهورية اليمنية والشخص الذي يشغل وزير الخارجية، وحاليا طبعا المعترف فيه من المملكة المتحدة أن السفير هو الدكتور ياسين سعيد نعمان،
سفير الحكومة الشرعية طبعا الحكومة اليمنية، ووزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي. فأعتقد بهم فقط بالإمكان عملية البيع والشراء. لكن هذا قيل، إذا نحن تواصلنا حقيقة مع الدكتور وهو طمننا أنه قد تواصل مع الجهات القانونية من ناحية أنه يمنع عليهم أي نوع من المحاولة. نعم، إذن ابقى معنا دكتور علي. انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مانع المطري، المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية من القاهرة. مساء الخير أستاذ مانع. مساء النور. أهلا بك أستاذ مانع. يعني حسب ما تداولته وسائل الإعلام أن من فجر هذه الحادثة هي تويتر يعني علي البخيتي، ثم توالت بعدها البيانات. يعني إذا كان هناك محاولة من قبل الانقلابيين لبيع بعض أصول يعني المملوكة للدولة اليمنية، لما لم يتم الحديث عنها في حينها وتم الانتظار لمثل هذه البلبلة؟ نعم، وزارة الخارجية ومحتلات ببعثاتها الدبلوماسية حرصت منذ البداية أن تأخذ خيوط اللعبة كاملة حتى يتم كشفها ومن حدوثها. ولهذا كان عمل البعثة الدبلوماسية في لندن متجه بهذا الاتجاه بقيادة الدكتور ياسين سعد نعمان، حيث حرص أن يلتقي الأطراف التي تسعى أو التي حصلت على تفويض من الجماعة الانقلابية ببيع هذه الممتلكات، وتم مباشرة مخاطبة وزارة الخارجية البريطانية لوقف عملية البيع ومنع أي تصرفات لحقوق الممتلكات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية. هل ما زالوا قادرون على البيع أستاذ مانع؟ يعني هل بيدهم يعني البيع؟ حقيقة الأمر أن كل وثائق البعثات الدبلوماسية، وثائق الملكية والصكوك الملكية الخاصة بها، هي موجودة داخل مبنى وزارة الخارجية المسيطر عليها من قبل الانقلابيين، وهشام شرف قام بتسليمها للجنة السودية، وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة السودية بقيادة محمد علي السعودي بإصدار تفويض لبعض السماسرة الإيرانيين واللبنانيين لإجراء عمليات البيع في أكثر من بلد وليس في بريطانيا فقط. لكن الحكومة اليمنية تحركت باتجاه أن العالم يعترف ببعثات دبلوماسية محددة هي التي تمثل الجمهورية اليمنية في مختلف بلدان العالم، وبالتالي يتم التعامل معها، والعالم أيضا متفهم لحالة الانقلاب الموجودة عندنا باليمن، وأن هناك سلطة أم الواقع تريد أن تكتسب شيء من الشرعية وأن تتصرف بالحقوق والممتلكات بشكل غير مشروع، وبالتالي استجابت لطلبات الحكومة اليمنية بوقف عملية البيع. إضافة إلى أن هذه الحادثة ليست جديدة على الجماعة الانقلابية، قبل فترة زمنية ليست بعيدة قام هشام شرف بإجراء عملية تحكيم بالتصرف في عقار مملوك للسفارة التركية بصنعاء، وحتى بنفس العقد الذي سرد لوسائل الإعلام يذكر أنه أرضية مملوكة للسفارة التركية وتم بيعها لأحد قيادة الميليشيات بمبلغ بعشرات الملايين من الريالات حتى يتصرفوا بها ويمولوا حربهم على الشعب اليمني بممتلكات السفارات الأجنبية التي يفترض بالدولة اليمنية أن تحميها. والحكومة اليمنية اعترفت في وقتها أن هذه عملية البيع غير قانونية وغير مشروعة وستعرض من قامها للمساءلة القانونية. نعم، اسمح لي استاذ مانا يعني حتى يعني تصل الفكره للساده المشاهدين، يعني مجرد حصول الانقلابيين على وثائق الملكيه يمكنهم من البيع، لو تسمعني من سماعة الهاتف حتى لا يحدث صدى أستاذ مانع، هل امتلاك ميليشيا الانقلاب لوثائق الملكية يمكنهم من بيع هذه الأصول رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بهم كسلطة؟ حقيقة الأمر أنه في حال تمت عملية البيع دون أن تتحرك الحكومة اليمنية وتخاطب الجهات الرسمية في الدول المضيفة لتعهداتنا الدبلوماسية يستطيعوا أن يقوموا بالبيع، كون الصكوك صكوك الملكية وأوراق إثبات الملكية موجودة لديهم. لكن بعد أن تم كشف المخطط ومخاطبة كل الجهات التي لدينا فيها بعثات دبلوماسية ومقرات للسفارة المملوكة الجمهورية اليمنية،
تم وقف اي اجراء، وبالتالي يعتبر اي تصرف غير قانوني ويتحمل مسؤوليته القانونيه من سيقوم به، لكنه لا يستطيع ان يتصرف بهذه الارض في هذه المنطقه. نعم، اذا استاذ مانع، يعني انت حدثتني قبل قليل عن يعني بيع بعض العقارات في الداخل المملكه لبعض سفارات الدول يعني الموجوده في اليمن، منها السفاره التركيه، يعني بهذه الخطوات لما لم تتخذ وزاره الخارجيه التدابير اللازمه لعدم استخدام هذه الاصول وبيعها في الخارج؟ لما تم الانتظار حتى يعني هذه المحاوله التي تم افشالها؟ هذه العقارات موجوده داخل صنعاء، وصنعاء نعم، ما هو في صنعاء اتفق معك، ولكن ما قصدته في الخارج، يعني في الداخل تحت ايديهم، لكن في الخارج لما لم يتم التنبه لمثل هذا الامر؟ وانتم تعلمون انهم استولوا على جميع الوثائق. نحن في وزاره الخارجيه، كل دول العالم تتعامل مع وزاره الخارجيه التابعه للحكومه الشرعيه، وبالتالي لم يكن يخطر ببال احد ان هناك اي تصرف قانوني سيتم باتجاه بيع الاصول. نحن نخوض صراع مع الجماعه الانقلابيه على من يحكم هذا البلد، هل الحكومه الشرعيه تريد ان تصل بالبلاد الى بر الامان من خلال انهاء المرحله الانتقاليه والدخول في انتخابات حتى اذا صار الطرف الاخر فليحكم، لبلا، لكن الجماعه الاخرى تريد ان تسيطر على الحكم بالقوه، هذا كما كان الناس كلهم يتوقعونه، لم يكن يتوقع احد ان الجماعه الانقلابيه ستغامر هذه المغامره وتتخلى عن اصول مملوكه الجمهوريه اليمنيه لكي تجرد البعثات الدبلوماسيه من امكانيه البقاء في هذه الدول، لانها تنزعج من جهد البعثات الدبلوماسيه ودورها في التعريف القضيه اليمنيه ودورها ايضا في الحفاظ على الموقف الدولي الموحد تجاه القضيه اليمنيه والمجتمع الدولي الذي يقف الى جانب اليمن. نعم، اذا استاذ مانع، هناك من يرى بان عدم تغيير طاقم السلك الدبلوماسي في كثير من السفارات التابع للنظام السابق له علاقه كبيره بما يحدث من اختلالات متواليه وبسوء اداء هذا القطاع ايضا، وربما يكون لهم يد بمثل هذه الصفقات المشبوهه. هذا كلام غير دقيق، صحيح ان السلك الدبلوماسي ربما كان داخل اختلالات كبيره في الفترات الماضيه نتيجه لان وزير الخارجيه الاسبق ابو بكر القربي عطل عمليه الاستدعاءات داخل السفارات لمده 4 سنوات منذ عام 2011، ما ادى الى حدوث فراغ داخل كثير من السفارات عندما حدث التغيير الوزاري الاخير وتسلم قياده الوزاره الاستاذ عبد الملك المثلاثي، كان لدى الحكومه اليمنيه 4 سفراء فقط وبقيه البعثات الدبلوماسيه فيها قائمين باعمال ولا يوجد فيها سفراء. احد السفارات التي هي سفاره الجمهوريه اليمنيه بموريتانيا كان القائم بالاعمال ملحق اداري في تلك الفتره، حدث خلال هذه الفتره عمليه احلال واستبدال داخل الجهاز الدبلوماسي ليس من خارج السلك كما يقول البعض، وانما من داخل عمليه من داخل السلك الدبلوماسي من خلال تفعيل عمليه الاستدعاءات والاحلال والاستبدال، هذا اولا. ثانيا، الحكومه اليمنيه تتعامل مع موظفي السلك الدبلوماسي بانهم موظفي دوله ولا تحاكم الناس على نواياهم وانما على افعالهم، وبالتالي فلا تستطيع الدوله ان تلغي وظائف الناس او ان تشرح الناس كما يفعل الانقلابيون وياتوا الموظفين الميليشيا بدلا عن موظفي الدوله. نعم، اذا يعني برايك يعني او حدثنا عن التدابير اللازمه والمتخذه التي تم يعني اتخاذها لعدم تكرار مثل هذه العمليات. تم مخاطبه الدول المضيفه للعلاقات الدبلوماسيه بمساله التخويل للتصرف بالاصول والحكومه اليمنيه وعدم التعامل مع اي اخر يتبع الانقلاب في هذا الشان، وتم مخاطبه البعثاتنا الدبلوماسيه ايضا باخذ الاحتياطات القانونيه اللازمه لدى كل بلد وفقا لقوانين السائده في هذا البلد ما يضمن عدم التفريط اي شيء من ممتلكات الجمهوريه اليمنيه في الخارج. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ مانع المطر المستشار الاعلامي في وزاره الخارجيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. اعود اليك استاذ علي، الدكتور علي. دكتور علي، يعني حدثنا الاستاذ مانع ان هناك مخاطر فعلا كانت ستكون لو لم تتنبه الحكومه لايقاف مثل هذه الصفقات، خاصه يعني وان اصول الممتلكات لدى ميليشيا الانقلاب. الحقيقه هناك الكثير بامكان وزاره الخارجيه عمله، اضافه الى تنبيه البعثات الدبلوماسيه
هنا أنا أعتقد وبتصوري أنه على وزارة الخارجية أن تكلف مستشاريها في جميع العواصم أن تنظر إلى كل يعني قانون يحكم تلك البلد أو ذاك، ومن ثم يعمل الإجراءات التي تمنع من خلالها بيع أي عقار يتبع للجمهورية اليمنية. دعيني أختي فقط هنا بالنسبة لبريطانيا، كان هناك قبل الوحدة كان هناك سفارتين في لندن، وحقيقة كانت سفارة تتبع سابقا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة، وتم بيعها فيما بعد لوزارة النفط أو لشركة النفط، وتم الانتقال إلى سفارة أخرى اللي هي أضيق منها شوية. وكذلك هناك السكن أو مبنى سكن السفير سعادة السفير أو معالي السفير، هو أيضا مبنى ضخم وموجود في لندن، وهناك أيضا مبنى آخر في مدينة بيرمنغهام، عندما يسافر معالي السفير إلى بيرمنغهام ذاك يسكن فيه مؤقتا، وهو أيضا ملك للجمهورية اليمنية. فحاليا هناك ثلاث مباني في بريطانيا تتبع الجمهورية اليمنية، وطبعا القانون البريطاني وكما شرحت لك سابقا أو آنفا أن هناك تعقيدات في بيع الممتلكات في بريطانيا ليست بالسهل، أنت ممكن تستمر شهور حتى تتم الصفقة، وهناك يتم المحامي عندما تتواصل معه تريد شراء أو بيع عقار يعمل عدة أسابيع للبحث عن هذا العقار وأي معوقات لبيعه. إذا هناك أيضا من أبسط البديهيات أنه إن كان هناك عقار يسكن فيه أحد فيصعب بيعه هكذا إلا إذا رجعت وتشاورت وتكلمت مع الشخص الذي يسكن هذا العقار لتعرف ما هي طبيعة سكنه. فطبعا معالي السفير هو موجود الآن كممثل لحكومة الجمهورية اليمنية، ويعتبر هو المالك لهذه المباني نيابة عن الجمهورية اليمنية. نعم، إذن دكتور علي أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بك مرة أخرى دكتور علي. دكتور علي، برأيك يعني إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن يمضي الانقلابيون يعني في هذا المجال، خاصة يعني والأمر تجاوز بيع ممتلكات الدولة في الداخل، أراضي بعض سفارات الدول، هناك بيع بالمزاد العلني لبعض الأراضي والعقارات، هذا طبعا غير ما يوزع من هبات ويعني هدايا، الأمر تجاوز ذلك بالذهاب إلى الخارج، ما الذي يمكن أن يوقف هذا المد الانقلابي؟ أختي الكريمة، الحوثيون باعوا اليمن بأكملها، يعني نحن نتكلم عن وطن انباع للأسف الشديد، باعوه لإيران. نعم، إذن يعني ربما أكمل جملتك دكتور علي، باعوا اليمن بالجملة والآن يحاولون بيعه بالتجزئة لمن يستطيعون. مشاهدينا الكرام، يعني سنحاول العودة إليك دكتور علي، كما تابعتم في يعني وسائل الإعلام هذه المحاولات الحثيثة يعني للانقلابيين لبيع ممتلكات الدولة في الخارج وأيضا في الداخل، والإشكالية الكبرى هو محاولة التدليس على المتابعين بأن هناك بيع لهذه الممتلكات من قبل الحكومة الشرعية، وبأن وزير الخارجية المعين من قبلهم هو الذي أوقف هذا البيع، وهناك خطابات مختلفة. إذا عاد إلينا دكتور علي. نعم تفضل دكتور علي، كنت تقول بأن هؤلاء الذين باعوا اليمن كاملا لإيران، ربما يعني وأنا أكملت الجملة لن يتوانوا عن بيع البقية، ليس كذلك؟ نعم نعم، ولو لو سمحتي لي، طبعا هم حاولوا أن يبيعوا لإيران، لكن
فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي كان لهم شوكة في الحلق وقد تصدى لهم بكل السبل، والحمد لله بتواصله مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ودول التحالف العربي، أوقف هذا البيع لإيران، فأصبحت اليوم اليمن وبحمد الله عز وجل إلى حد ما بأمان من السيطرة الإيرانية الكاملة، وهذا حقيقة يحسب لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. وأيضا أود أن أوجه عن طريق قناتكم الموقرة الشكر لدول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي أوقفت هذه المحاولة لبيع اليمن لإيران، والحمد لله اليوم نحن بوضع أفضل، نستطيع أن نقول أن بلادنا اليوم وحكومتنا الشرعية أصبحت تسيطر على ما يقارب أكثر من 80% على الأرض، ولم يبقى إلا القليل. ولهذا أنا أرجو من دول التحالف العربي ومن حكومتنا الشرعية التركيز، محاولة أولاً توحيد الصف الداخلي في داخل اليمن، وكذلك نريد توحيد الرؤى ما بين الدول الخليجية حتى يكون الهدف الأوحد لنا هو التخلص من الانقلاب. فإذا ما تخلصنا من الانقلاب سننظر إلى كل الأمور التي، لأن لا شك أن هناك سلبيات يعني موجودة، لكن نستطيع أن نواجهها بعد التخلص من الانقلاب، وهذا سيكون بإذن الله قريبا إن شاء الله. دعيني فقط أوضح شيء آخر أيضا، كما شرحت سابقا هم لا يستطيعوا بيع الممتلكات ولا يستطيعوا عمل أي شيء، لأن المستندات أصلا، كنت ذكرت لك سابقا ولو صبرت علي، أنه هناك إذا كان المنشآت مسجلة فأنت بإمكانك بمبلغ زهيد $15 تحصل على مستند بديل للملكية من مكتب السجل العقاري، فلا تقلقوا أبدا من الموضوع. ولكن أنا أريد فقط وأوجه لوزارة الخارجية عن طريقكم أن تعمل تنبيه، لأنه طبعا نعم هذا ما حدث أستاذ الدكتور علي، يعني هذا لا اسمحي لي، لا عفوا تفضل. الدول تختلف، أنت عندما تتعامل مع دول أوروبية سهل عليك أنك مثلا تعمل إجراءات لأنه في قانون وفي سيادة قانون، لكن هناك في بلاد أخرى في العالم هي شبيهة كاليمن يعني، فالقانون فيها. ولهذا على وزارة الخارجية عمل أكثر مما هو تعميم يعني، إذا حبيت يعني. ها يعني تجد أن التعميم يعني ليس بكافي؟ نعم التعميم ما الذي يمكنها عمله؟ ليس بكافي. المطلوب هو كما شرحت لك أن تركز وزارة الخارجية على النواحي القانونية ودراسة كل بلد في حالته ويعني قوانينه أيضا، ثم تتصرف على هذا الأساس. نعم. إذن يعني برأيك أستاذ الدكتور علي، لماذا يتم التساهل والتغاضي من قبل المنظمات الدولية على كل هذه الجرائم المتوالية لجماعة الانقلاب؟ يعني عصابة تجرف كل قيم الدولة، كل ممتلكاتها، كل ما لديها يعني، وتحاول تشويهه بقدر ما تستطيع. أنا أشكرك أختي جزيل الشكر على طرح هذا السؤال. لا شك أن النظام السابق جثم على صدور اليمنيين لمدة 33 سنة، وخلال هذه الفترة هو يعني قد أفسد كل شيء، أفسد المؤسسات وأفسد المجتمع وأفسد القيم وأفسد الأخلاق، وللأسف تجد نادرا من هو يعني مواطن صالح بسبب البنية التحتية التي بناها هذا الرجل. كذلك عندما نرى المؤسسات الدولية أصلا للأسف الشديد هي تتعامل مع الجهات التي تحكم على الأرض، لأن الإنقلابيون حاليا مسيطرين على صنعاء، فالمؤسسات كونها كانت في صنعاء والسفارات كانت في صنعاء ولا زالت هناك هذه العقلية أو التصور أن ربما هناك في نوع إذا حبيتي أو بعض الشرعية للإنقلابيين
في المصالحات، لانه انا اقول لك اعطي لك امثله كم من انقلابي تم الاعتراف به من الامم المتحده في افريقيا وغيرها لانه يحكم على الارض. لذا الحل الوحيد بالنسبه لنا لحكومتنا الشرعيه لدول التحالف ان ارادت ان تتخلص من كل هذه التبعات السلبيه التي يسببها لنا الانقلاب، الحل الوحيد هو في التركيز وتوحيد الرؤى على التخلص من هذا الانقلاب. فاذا تخلصنا منه يعني ذهبت كل السلبيات وتبعات هذا الانقلاب. نعم، يعني اذا برايك يعني هل هناك ثمه سبيل لاستعاده ما تم نهبه على الاقل في الداخل؟ هل هناك يعني من يقيد هذه الجرائم المتواليه؟ يعني هناك اشياء ربما يتم فضحها اعلاميا واشياء يعني لا يعلم بها اي احد. والله يا اختي هما اولا البنك المركزي نهبوه بملياراته يعني من الدولار والريال. نعم. وهلم جرة، فيعني كان هذا أكبر عملية نهب في التاريخ المعاصر، أن يعني بضع انقلابيين ينهبوا بنك مركزي بملياراته، وللأسف الشديد التسويف والمماطلة من قبل بعض المنشآت الدولية هي التي أعطتهم هذه الفرصة، وإلا الموضوع هو مفروض أبيض أو أسود. أنتم انقلاب، لا يحق لكم أن تسيطروا على البنك المركزي ولا نعترف بكم، وكان على المؤسسات الدولية أن تدعم انتقال البنك المركزي في عدن. هناك طبعا محاولة من حكومتنا الشرعية أن ترفض هذا البنك وتدعمه، لكن كما شرحت لك نظرا لاختلاف الرؤى وأكون صريح معك، يعني بين بعض دول التحالف العربي، فهذا الذي أخر عملية بناء البنك المركزي وعملية الثقة فيه من المؤسسات الدولية، لأنه للأسف الشديد وأنا أريد عن طريق يعني قناتكم الموقرة أن أوجه أيضا هذا النداء إلى الإخوة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة. يعني نريد منهم كونهم هم الجهة التي حاليا تسيطر على عدن من دول التحالف أن تقوم بخطوات لدعم الشرعية وتثبيتها، لأننا اليوم حقيقة الدول العربية والمجتمع العربي إما أن نكون أو لا نكون. صحيح. اليوم إيران تحاول، كنا بالأمس نقول نخشى من الهلال. أنا لا أريد أن أسمي شيعي، لست طائفيا، فنحن في اليمن شيعة وسنة شعب واحد ونحب بعضنا البعض، لولا تلك الفئة التي للأسف الشديد التي تتقمص ثوب الدين وتريد أن تجعل من نفسها متفوقة على الآخرين عرقيا. نعم. ودينيا. اسمح لنا دكتور علي يعني فقط أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحامي فيصل المجيدي من الرياض. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا بك. نعم، بداية أستاذ فيصل، يعني ما هو التوصيف القانوني للقيام بمثل هذه الجرائم وهي محاولة بيع ممتلكات الدولة في الخارج أو الداخل؟ يعني لا شك مع اللغط الكبير الذي حصل في موضوع السفارة والتراشقات الإعلامية من هنا وهناك، بكل تأكيد هي تظل أملاك عامة وتخضع لقانون يعني الأموال العامة، وهو طبعا بكل تأكيد أنه لا يجوز بيع مثل هذه الأموال، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم باعتبارها مملوكة للدولة اليمنية، والدولة اليمنية بمفهومها العام طبعا هي ملك الشعب اليمني وليست ملك الحكومة أو السلطة الحاكمة أيا تكن. هذا في حال طبعا نحن نتحدث استقرار الجانب السياسي ووجود سلطة منتخبة، أما إن كانت طبعا من جانب ميليشيا فبالأساس هذا العمل ليس باطلا فقط بل هو منعدم لانعدام التمثيل الدستوري والقانوني والمعبر عن الإرادة الشعبية من قبل أي من هذه الجماعة والميليشيا المتسلطة، حيث لا شرعية لها سواء بالمواثيق المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو المرجعيات الصادرة بهذا الشأن. ومن ثم فالتوصيف القانوني في الأساس أتحدث هنا من الناحية النظرية، لا يجوز بحال من الأحوال بيع
الأموال العامة مطلقا. نعم، إذا أستاذ فيصل، يعني هل لديكم معلومات بأن هناك جهات تقوم برصد حجم المنهوبات في الداخل والخارج؟ الحقيقة يعني من ناحية عامة اليمن يتعرض كله لعمليات نهب ممنهج، وبدأت عمليات حتى أستطيع أن أقول التراشق الإعلامي والفضائح بين طرفي الانقلاب، كل منهما يحمل الآخر، وإن كانت آخر هذه الأحداث يعني تحدث بعض عناصر المؤتمر الشعبي العام بأن النهب أصبح لا يتم حتى عبر الأطر الرسمية، وتوريد الأموال لا يتم وفقا للقانون، على الأقل إذا ما تحدثنا كسلطة مغتصبة الآن ل طبعا إرادة الشعب ولي مؤسسات الدولة، وبالتالي لا يمكن الحديث الآن عن رفض بالمعنى الحقيقي، لكن هناك مؤشرات واضحة. المتحدث الذي سبقني يعني تكلم بأن هناك نهب ما يقارب 4 مليار أو أكثر لاحتياطي البنك المركزي، إضافة إلى رصد المليارات المتعلقة سواء بالأموال العامة بالاتصالات، وهي طبعا أكبر المبالغ التي يفترض أن تكون ضمن الأوعية التي تورد للحكومة اليمنية، وإيرادات الجمارك والضرائب وغيرها يعني والزكوات، وكل هذه يعني الإيرادات من هذه الجهات ينبغي كانت أن تورد إلى الخزينة العامة. الأخطر من ذلك هو الآن التصرفات الكبيرة جدا بهذه الأموال خارج أطر الدولة، وبالاحتفال بمناسبات طائفية واضحة وسلالية، مثلا تتحدث مصادر عن أن ميليشيا الحوثي مقابل خرق الولاية ما تسميها بالولاية الآن أنفقت ما يقارب 8 مليون دولار. هذه الأموال جميعها كان يفترض أن تتم تغطية فيها يعني الموظفين وأبنائهم الذين يتضورون جوعا، إضافة إلى المبالغ الكبيرة والهبر ووجود دولة موازية في الجانب الاقتصادي للدولة العامة. الحوثي الآن يقوم ببناء جهات أخرى موازية للدولة، ربما يتكئ على طريقة إيران ونظامها الموجود فيها نظام الممالي والملالي، وفيها إقام دولة بجانب دولة، هناك مشرفين بتحصيل هذه الأموال، ومن ثم لا يتم توريدها إلى الأوعية المتعارف عليها في القوانين على الأقل التي كانت تقوم بها شكلا المؤسسات الدولة السابقة. الآن هناك إشكالية في نظام اقتصادي موازي لنظام الدولة، ومن ثم حتى أي سقوط لهذه الميليشيا ستكون هي حقيقة الأقوى اقتصاديا. نعم. التي تستطيع أن تقارب وجود الدولة. نعم أستاذ فيصل، هل توجد منظمات أو أطر قانونية دولية يعني تسند الدولة في هذا يعني هذه المنحة أمام عصابة الانقلابيين وتجريف الدولة؟ طبعا كان خلال الفترة الماضية تحدث هنا وقت وجود الحوار الوطني، أنشئت طبعا أكثر كثير من اللجان ومنظمات المجتمع المدني التي حاولت إيجاد قوانين، وبالفعل شرع هناك قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، وجرت عدة محاولات بالفعل لتجميد أموال النظام السابق. تحدثنا عن الأشخاص وليس عن كيان الدولة يعني، لكن الآن أظن أنه جرى تجريف كل هذا العمل ضمن ما تم تجريفه للدولة، ومن ثم حقيقة أنا لست مطلع على تجارب بهذا المنحى، لكن يجب بالفعل أنا أضم صوتي إلى صوتكم على رفض كل هذه الانتهاكات بشكل حرفي وبطريقة بالفعل تؤدي إلى إقامة قضايا ومصادرات جنائية لهذه الأفعال، لأن جريمة النهب تقتضي بكل تأكيد التحفظ على هذه الأموال وتتبعها، حتى إذا ما جرت محاولة عمليات لتبييض هذه الأموال أو غسيلها سواء في الداخل أو الخارج، يتم بالفعل إعادتها إلى الخزينة العامة ومعاقبة كل من قاموا بهذا الفعل سواء كانوا فاعلين أصليين أو مشتركين أو محرضين على هذه الأفعال أو ربما مستفيدين منها في المستقبل. وفقا للقانون هناك اشتراك في هذه العمليات، وهناك حقيقة محاولة أيضا ربما إدخال هذه الأموال في عمليات يعني تبييض، كمثلا شراء ما يسمى بعمارات قرآنية، الآن شراء السوق السوداء التي يتم من خلالها المتاجرة بكل شيء حتى البشر يتم أخذ إتاوات عليهم. يعني نحن أمام حقيقة سقوط
يعني مهول للأخلاق في كل الجوانب، حتى طريقة النهب لم تكن بتلك الطريقة حقيقة، هي نهب في كل الأحوال لكنها لم تعد بتلك الإجراءات المحددة، أصبحت بشكل أكثر يعني أقول مفضوحة بشكل مرعب بهذه الطريقة. نعم، إذا أستاذ فيصل، يعني لما برأيك يتوقف دور الدولة دائما على رد الفعل ولا تقوم بإجراءات احترازية مسبقة؟ الحقيقة أنه سؤال في غاية الأهمية، أنا أضم صوتي إلى صوتكم الآن بأنه يجب تفعيل الإجراءات حقيقة والأجهزة القضائية والأمنية، ومن ثم القيام بتتبع هذه الأموال ورصدها والتعامل مع الفعل وليس ردة الفعل، وتقديم كل العابثين بأموال الناس وحتى بالدولة والمنقلبين على الدستور والقانون، وفتح هذه الملفات وتقديمهم إلى المحاكمة وتفعيل النيابة العامة والقضاء، ومن ثم تتبع هؤلاء بشكل واضح. نحن نتحدث عن جرائم بدأت من الانقلاب على الدولة ثم الاستيلاء على الأموال والاستيلاء على المؤسسات بهذا الشكل المرعب لصالح سلالة وجماعة تمتطي الدولة. الآن اليوم جرت تغييرات في مجلس القضاء الأعلى، وكل المعينين هم جلهم من السلالة بشكل مهين. نعم، كما حدث مع دار الإفتاء. صحيح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك دكتور علي، وفي دقيقة برأيك يعني أسألك ربما نفس السؤال الذي طرحته أخيرا على الأستاذ فيصل، لما يتوقف دور الدولة دائما لانتظار يعني فعل من الطرف الانقلابي لتقوم هي بردة فعل، لما لا تقوم بإجراءات احترازية مسبقة؟ نعم أختي، دعيني لو سمحت أولا أنا قد أحتاج إلى أكثر من دقيقة لأنه أريد. لا يمكنني ذلك، يعني إذا أوكي. إذا استطعت. نعم تفضل. أوكي، دعيني أطرحها بشكل استراتيجي واضح. أنا أعتقد أنه على حكومتنا الشرعية العمل أكثر على عمل قوانين وتشريعات. نحن نتساءل أين مجلس النواب؟ لماذا لم يعقد حتى الآن في عدن؟ لماذا لم يتم عمل تشريعات تجرم وتلغي كل القرارات التي تم اتخاذها من الانقلاب؟ هناك أشياء مهمة، لماذا لا تعمل الدولة منطقة معينة مثلا في مأرب أو في عدن أو من المناطق المحررة تعملها نموذجا لما تم عليها الاتفاق في مخرجات الحوار الوطني، فيكون هناك دستور يعمل ويكون هناك قانون وقضاء مستقل وسلطات الدولة وعمدتها موجودة. نحن لا نرى شيء حتى الآن عمل، ولهذا يا أختي الكريمة لهذا الأمم المتحدة، ما اسمحي للثواني، لهذا الأمم المتحدة حاليا هي ترى أن ليس هناك يعني من الحكومة الشرعية نموذج تستطيع الأمم المتحدة أن تقول والله صحيح. هذه الحكومة. إذن شكرا. نعم، يؤسفني يعني انتهاء الوقت دكتور علي سيف، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. دكتور علي سيف رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب من لندن. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.